ومن الموطن الصغير نرود الأرض، نذري في كل شط قرانا، نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا، ونبني أن نشأ لبنانا. ومن إذاعة صوت لبنان، حكاية الانتشار اللبناني. حوالي 200,000 عدد أبناء الجالية اللبنانية بألمانيا، ومعظمهم صاروا حاملين جنسية هالبلد. وبوقت مدينة برلين هي أكبر مجتمع للبنانية، بشكل هالبلد مقصد للشباب الجامعيين، لأنه في 15 جامعة من بين أفضل 200 جامعة بالعالم. وضيف حكاية الانتشار كان من الطلاب يلي قصدوا ألمانيا للدراسة، واليوم بفضل تميزه ومشروعه لتطوير نوع من الفطر لاستعماله كبديل عن اللحمة، بيملك شركة بهامبورغ الألمانية. دكتور مازن رزق رح يكون معنا عبر تطبيق زوم، وأهله الدكتور حكمة رزق وعالمة النفس أمار رزق باستوديو. والسؤال: هل تميز الأولاد بالخارج يبدد الحزن على فراق وغربتهم، خصوصا للأم عشية عيدة؟ المشاهدين والمستمعين فيكن تتابعونا بالصوت والصورة عبر vdl.me والأبليكيشن، مواقعنا على التواصل الاجتماعي اجتماعي Voice of Lebanon 100.5. أمال رزق، دكتور حكمة رزق، بجدد الترحيب فيكم. أمال بدي أسألك، 13 سنة غادروا الشباب، 3 شباب إلى ألمانيا، تعودتي على هيدي الغربة، وهل تميزهم بالخارج بيخليكي أنه تكوني أكثر فرحة وتنسي الحنين وتنسي هالبعد وهالغربة؟ يعني بالصراحة لتتفرق العائلة ويبعدوا أولاد عن البيت، عن الأم والبي، شغلة شوي صعبة. بس لما بتلاقيهم أنه برا ناجحين ومتوفر لهم كل شيء، بتنبسطي أنه عم بيحققوا أحلامهم وعم بيقدموا كل شيء فيهم يعملوا لبرا. بس المهم يرجعوا على بلادنا ويعملوا لنا، يقدموا لنا كل شيء منيح للبلد اللي نحن عايشين فيه. بس صعبة، إيه صعبة، يعني بعدني لهلأ ما كتير بتقبل الفكرة. بس لما بشوفهم مبسوطين ومرتاحين ومش متفوقين بأعمالهم، بتنسي انه شوي من الوجع اللي عم نحسه هيدا بيعزيها للأم شوي. يعني سعادتك اليوم من خلال تميزهم بالخارج ولمعينهم، اذا بدنا نقول بالخارج، اكيد شي كتير بفرح القلب. بس للأسف هني برا، بدل ما يكون هالفرح لإلنا ببلادنا بلبنان، بدل ما يكونوا يعني عم يسمعوا شيء لوطنهم الأم. Exactly. دكتور حكمة رزق، درست بألمانيا، رجعت بالثمانينات، ندمت أنه رجعت على لبنان؟ بالحقيقة لا، ما ندمت. أنا رجعت لسبب خاص عائلي، اضطريت أترك الكارير تبعي هونيك وإرجع لهون، وما ندمت أبدا. مع أنه يعني الفترة رجعت فيها، يعني عشنا مقاس الحرب اللبنانية وشاركنا فيها أكيد كطبيب، وبس ما ندمت. مع العلم أنه اللي بيستندم عليه الواحد أنه مستوى البلد انحط كتير بهالفترة هيدا. كنا نحن نقشعب حنا بلبنان كبلد مزدهر، بلد كبير، بلد سمعته متلاقي العالم، فجأة منصير بالحضيض مثل ما وضعنا هلأ. هذا الشغل الوحيد اللي مستندم عليه. بس لا، لأنه رجعت بالعكس، أنا كان عندي رسالة بدي أديها وبدي أديها بهذا البلد، وأديتها بقدر الإمكان. لأنه درست بألمانيا وتخصصت بألمانيا، نصحت أولادك يخوضوا هالتجربة ووجهتهم باتجاه ألمانيا، أم اختصاصاتهم فرضت ذلك؟ لا، بالحقيقة بالصدفة راحوا على ألمانيا اثنين منهم، في شاب الصغير، ابن الصغير هاني، راح عمل ماسترز تبعه بالسويد بجامعة أبسلا، ما راح لألمانيا، بس ما قدر يعيش هونيك، عم بيكفي شغله بألمانيا وعنده شركته بألمانيا. بينما الكبار راحوا بعد البي اس للأيو، راحوا اثنيناتهم على ألمانيا كمان صدفة، يعني كانوا عم فكر روح على أمريكا، بس ما حلفهم الحظ وارتقينا أنه جربوا ألمانيا، ليش لا؟ خصوصا عنا العلاقات مع الألمان،
مع الجامعات بألمانيا، وهو كان الكبير رمزي له 20 سنة هونيك مش 13، ونما شركات عدة شركات أساس منهم شركة آيام اللي هي كانت من أهم الشركات بالتصوير فوتوغرافي، وبعدين شركات تانية بكرة بنعرف عنها أكتر. بينما مازن راح كفل بي اتش دي تبعه بالبيوتكنولوجي والبيولوجي بهامبورغ من شي 13 سنة كمان أو أقل شوي 12 سنة وبعده هونيك. يعني هني فعلياً 13 سنة كلهم كانوا غايبين عن لبنان. هيدا المقصود. العلم بألمانيا كان من السهل عليهم الالتحاق بالجامعات الألمانية؟ بالنسبة لهم كانت أسهل لأنه في عنده مين وجههم، يعني ما هو هيك لأنه حضرتك عشت هيدا التجربة. أنا عشت 15 سنة هونيك، بس كمان أسهل لأنه ما اضطروا يتعلموا بالألماني. لغة التعليم كانت بعد البي أس، بعد الليسانس يعني بالإنجليزي، كانوا قدروا يكفوا علمهم بالإنجليزي وياخدوا شهاداتهم بالإنجليزي. أنا رح انتقل أنا وياكم هلأ، ونحن عم نحضر له سوربريز لمازن ما رح يعرف هلأ إنكم معنا، رح ننتقل إلى هامبورغ. دكتور مازن رزق أهلا وسهلا فيك، نحن مباشرة من استوديو صوت لبنان بالأشرفية انتقلنا لنلتقي فيك ونتعرف عليك أكثر ونشاطك بالخارج. دكتور مازن صرت معنا؟ بونجور، ايه أنا معكم. أهلا وسهلا، أهلين. خبرنا دكتور مازن أي سنة غادرت لبنان، وبنعرف أنه بهدف العلم، وليه اخترت ألمانيا، يعني حبيت الاختصاص يكون بألمانيا. شكرا على الاستضافة وعلى المقابلة. أنا اسمي مازن رزق من جبال، وتركت لبنان بال 2010، so من 13 سنة تقريبا تركت لبنان. نقلت على ألمانيا كرمال كمل اختصاصي بالبيولوجي، اشتغلت كتير على سينتاتيك بيولوجي، أبحاث على البكتيريا اللي فيها تعمل alternatives أو بديل للطاقة، واشتغلت أربع سنين بالمختبرات هون بهامبورغ لحتى خلص الدكتوراه على هالأبحاث. ومن بعدها قررت ضل هون لأنه كان في opportunities كتير ساعدوني إنه أسس أسس لإلي وأتعلم أسرع، فقررت ضل بهامبورغ وهلا صار لي تقريبا 13 سنة هون. دكتور مازن تأقلمت بسرعة، كنت تتقن اللغة الألمانية، كان سهل عليك التواصل مع الآخرين؟ ما تأقلمت كتير بسرعة، ما كنت أحكي اللغة، بس إخواتي اثنيناتهم عايشين بألمانيا فكانت كتير أهين إنه نقي إجي لهون. أول شيء لأنه الاختصاص كان كتير مهم، مش بس لإلي بس لحتى كمان نقدر نشوف شو فينا نعمل بالطاقة البديلة. من تاني مال إخواتي اثنيناتهم كانوا هون، فعطول كان في شقفة من جبال بألمانيا تخليني أقدر أحكي مع إخواتي أو شوفهم إذا كنت عايز حدا، ومن هالمال قدرت أتأقلم أسرع لأنه كان في عائلة حوالي. في عدد كبير من الطلاب اللبنانية بألمانيا تعرفت عليهم على مقاعد الدراسة؟ ما تعرفت على كتير عالم لأنه بالدكتوراه تبعي كنت بقلب انستيتيوت لوحدنا، فكان الشغل عطول مكثف بقلب المختبرات. بس ألمانيا عطول ما كانت اللوكيشن لللبنانية، في كتير لبنانية بيروحوا على فرنسا أو على إنجلند أو على أمريكا. هلأ عم نشوف صارت شوي عم تتغير، في كتير لبنانية عم بيجوا على برلين، على هامبورغ، على ميونخ، لأنه الدراسة هون كتير منيحة والopportunities بالشغل والشركة الكبيرة اللي موجودة هون بتخلي العالم تتعلم بسرعة وتتأقلم. هل من السهولة قبولهم بالجامعات؟ يعني بتنصح الشباب اللبناني يجوا يدرسوا بألمانيا؟ إذا مستعدين يكونوا بأزار وعم تتلج، هلا برا عم تتلج بنص أزار أكيد، بس من تاني ميل إذا بآخر النهار الشخص اللي بده يتعلم رح يتعلم، واللي بده يشتغل رح يشتغل مطرح ما بيجي opportunity. بعتقد بألمانيا خصوصا بالأبحاث وبالإنجينيرينج
واحدة من أهم البلدان بالعالم وأكيد من أهم البلدان بأوروبا، فالأوبرتونيتيز هون كتيرة، وأكيد بنصح يلا حدا حابب يكمل بألمانيا to consider ألمانيا أكيد. يعني خبرتني انه تأقلمت لانه يعني شباب اخواتك معك موجودين، هلا نعم لمحت للقضايا المناخية، تأقلمت بالنسبة لطريقة العيش بهامبورغ بألمانيا؟ يعني أكلمت مناخ نعم بس صار لي 13 سنة هون، تأقلمت، بقدر أحكي اللغة، وقدرت أسس كمان شركة من الصفر لوحدي هون، ف بدون التأقلم كانت رح تكون أصعب كتير، مين فلا أكيد. شجعك على تأسيس، دكتور مازن رزق، مين شجعك على تأسيس شركتك الخاصة؟ بالأول بعتقد أكيد الأبحاث اللي عملتها والشغل اللي اشتغلته والدرس اللي درسته خلاني أوصل لمحل إنه قرر إنه أقدر أسس هالشركة. بس بالمبدأ أهلي وخيي، بالتحديد خيي الكبير وخيي الصغير، وأهلي كتير ساعدوني إنه وشجعوني إنه أقدر بلش هالشيء. خيي الكبير أوريدي مأسس أكثر من شركة بألمانيا، وقدرت أتعلم منه كيف أقدر أسس شركة ببلد غريب، وأهلي على طول من لبنان كانوا بدهم ياني إنه أشتغل كمان بقصص مهمة، وخصوصا من ورا شغل بيي بلبنان، وقد إيه أنا مأثر بشغل بيي بلبنان، وقد إيه ساعد عالم حواليه خصوصا بجبال، على طول كان بدي أقدر أشتغل بشيء أقدر أعمل تشينج، ساعد أقدر ساعد العالم فيه. فبعتقد من هالناحية العائلة اللي حواليا أكثر شيء ساعدتني. وكيف ولدت ماش لابس؟ خبرنا لنشوف كيف ما صار، ما المراحل. ولدت بليلة. بعتقد المرحلة اللي كانت بلبنان، أنا درست بيولوجي وتخرجت وعملت ماسترز كمان بيولوجي بلبنان، بس بلبنان كتير تأثرت بشغل بيي حكيم بجبال، وعلى طول كان عم بيساعد عالم حواليه بحيالله طريقة فيه، فكتير تأثرت بفكرة إنه إذا حدا عنده الكابابيلتي والمكونات إنه يقدر يساعد عالم لازم يساعد العالم. مشان هيك كان بدي ادرس بيولوجي، ومشان هيك كملت البي اتش دي تبعي بالابحاث على الطاقه البديله، لانه كان بدي اقدر اعمل شيء ياثر على التغير المناخي وياثر على نمط الحياه العالم in a positive way. فهيدا كان تاثير لبنان. وقت اجتني الاوبرتونيتي بالمانيا دغري نقلت لهون لعمل الدكتوراه، وشوي شوي تعلمت هون كيف في استعمل النولج تبعي اللي عملتها بالدراسة for something good، يلي هو working against climate change، واشتغلت بشركة سنتين على أبحاث الـ food technology، ولاحظت هونيك إنه في من وراء الـ experience تبعي اخترع شيء جديد يلي بيأثر على الـ إيجابياً على التغير المناخي، وراح يكون through أبحاث على الأنواع البديلة للأكل. فهيك بعتقد فيز باي فيز طلعت الفكرة، وبال 2018 أسست الشركة. بأبريل 2018 أسست الشركة، وهلا عندي بالشركة عم يشتغل معي تقريبا 60 موظف من حوالي 22 بلد، يلي كلهم بألمانيا عم يشتغلوا على نفس الفكرة معي. حتى في معك موظفين لبنانيين حسب ما عرفت. نعم، اكثر من شخص. سو في عالم تعرفت عليها بالمانيا لبنانيه، وكانوا عم يشتغلوا بنفس الجامعات اللي انا درست فيها، وقدروا من اول الطريق يفرجوني قد ايه شغلهم مهم للشركه، وقد ايه قد ايه كمان تفكير اللبناني مهم بحياه الشركه. ففي عالم اجوا من المانيا كانوا يدرسوا او يتعلموا they joined او فاتوا على مش لابس. في عندي عالم عرفوا عن الشركه بعد فتره بقلب المانيا، وكمان قدرنا نوظفهم ونخليهم يشتغلوا معنا. وفي عالم اشتغلوا معي بلبنان، تلاميذ كانوا بالجامعات، حبيت كمان اعطيهم opportunity، وبعدين رجعوا قدروا ينقلوا على المانيا لانه اثبتوا جدارتهم وقدروا يعطونا ريزلتس كتير منيحة للشركة. ففي كم شخص من لبنان، بس مثل ما قلت الأكل شيء جلوبال وعالمي، مشان هيك عم نجرب نجمع عالم من كل العالم ليقدروا يشتغلوا معنا. ولحديث هلا عنا
تقريبا 22 بلد بقلب الشركة. دكتور مازن، عرفت انه كمان الدكتور يلي كان بالجامعة عم بيرافقك ايضا هو من بين فريق المستشارين بشركتك الخاصة، كيف صار؟ نعم. من هالفريق خبرنا، هيدا يعني شيء تميز جديد كمان لللبناني انه بيدرس بيفتح مؤسسات واهل البلد ودكاترته بالجامعه بيجوا بيشتغلوا عنده كمان. بيساعدنا يعني، هيز مثل ما بتقول ادفايزر، سو مستشار. مستشار مستشار بس لما نحكي، لما اقول شيء انا غلط قلت مستشار، مش ما بيشتغل بالشركه، بس فتح لي كثير ابواب. انا قدرت اعمل معه الدكتوراه واشتغلنا على ابحاث وريزلتس طلعت كثير حلوه. ووقتها بلشت الشركه رجعت رحت لعنده وقلت له حابب اعمل هالشركه بس عايز اشتغل بمختبر، ففتح لي المختبر تبعه لبلش الابحاث، ومن 2019 لحديت هلا عم يساعدنا كمستشار بالشركه. دكتور رزق، إذا بدنا نشرح تقنياً كيف بتصير الشغلة بالمختبر، كيف ممكن تستبدلوا الفطر تيصير هو بديل عن اللحمة، كيف بتصير الشغلة؟ رح جرب فسرها بالعربي أول مرة، بعتقد فسرها بالعربي، رح فسرها بالعربي بأي طريقة فيه. نحن بنعرف بالأبحاث اللي عملناها بالشركة إنه الفطر أو المشروم في بقلبه كتير فوائد، either في بروتين، في فايبرز، في مينرالز، في فيتامينز، في كتير فوائد بقلب الفطر يلي فينا نستعملها للأكل، بتساعدنا كل يوم لحتى نقدر نحصل على الطاقة اللي عايزينها من خلال الأكل. الأبحاث اللي نحن عملناها انه نقدر نروح على الطبيعه ونشوف هالمشرومز عاده كيف عم يربوا بالطبيعه، او الفطر كيف عم يربي بالطبيعه، وبناخذ هول الفطريات وبناخذ سيلز منهم، وهول السيلز نقدر انه نحطهم ب تانكس مثل تانكس البيره، بيربوا بالمي، نقدر نعطيهم اكل وبيربوا باقل من جمعه بطريقه كثير سستينبل، بطريقه كثير افيشنت سريعه، بنقدر نربي هدول الخلايا لحتى يصيروا اكل. بعد جمعه بنقدر نشيلهم من هدول التانكس، وبيصير عندنا مثل انجريدينت في بقلبه بروتين، في بقلبه فيتامينز مينرالز، في بقلبه طعمه كثير طيبه، بنقدر نحوله لاكل. نحن ما بنغير شيء بالجينات، ما بنعمل شيء كيميكال، فكل شيء عم نعمله هو ندرس بالطبيعة كيف الفطريات بيربوا أو الفطر بيربى، ونشيله ونحطه بسيتنج بمختبر لحتى يربى أسرع، بمي أقل، بطاقة أقل، بدون ما نقتل الطبيعة حوالينا لحتى نربي هالعدد. هيدا الشيء صرنا هلأ 5 سنين عم نشتغل عليه، نقدر بظرف جمعة نعمل أكثر من 1,000,000 حبة كبة بكل جمعة إذا بدنا، وهالشي بخلينا نقدر نأسس كمان ونقدر قدي عم نوفر مي، قدي عم نوفر أرض، قدي عم نوفر تربة ما تنتزع، وبنفس الطريقة عم نعمل أكل طيب وعم نعمل أكل يلي بيساعد على التغير ضد التغير المناخي وبعده أكل صحي. مشان هيك أخذتوا جائزة بيئية من وزارة الاقتصاد الألمانية؟ واحدة من الأسباب. نحن عملنا بروجكت وقدرنا ناخد جرانت منه من الوزارة هون، أكثر من بروجكت لحديت هلأ، لأنه بألمانيا كمان كل الأبحاث عم بتروح صوب كيف فينا نعمل أكل more sustainably بدون ما نستعمل الأرض اللي عم نستعملها كل يوم، وبطريقة تضلها تأثر إيجابياً على التغير المناخي. والدولة هون صارت مساعدتنا support مثل ما بيقولوا لحتى نقدر نوصل الأكل تبعنا لأكبر عدد عالم، حتى اليوروبيان يونيون كمان عم بتساعدنا بأكثر من project. وبهالشي كمان فيك تشوفي أنه أوروبا كقارة للتكنولوجيا قارة كتير مهمة، لأنه كل التكنولوجيا عم تربى هلأ هون، ونقدر إذا الله راد نقدر نصدرها لبرات أوروبا.
دكتور مازن، في شغلة بدي أسألك إياها. إجمالاً بيكون في منافسين، بيكون في ناس بيحبوا يحدوا من تقدم الآخر، هل هالشي صادفته أثناء عملك أو تطوير هالمؤسسة يلي لإلك يلي أسستها؟ عطول في منافسة، وبعتقد المنافسة صحية، كتير صحي يكون في منافسة، في منافسة بأمريكا بآسيا وبأوروبا. نحن كشركة عم تشتغل على الفطر من أكبر الشرك بأوروبا، من الشرك اللي أكثر شيء قدروا يتقدموا بوقت كتير قليل بأوروبا، مشان هيك قدرنا نربح الجوائز، مشان هيك في عالم من كل العالم عم بيقدموا ليشتغلوا معنا، وبيسافروا وبيجوا على ألمانيا خصوصا ليشتغلوا معنا. فبعتقد كمنافسة صحية، بس نحن كمان نعرف انه لنقدر نغير كيف العالم بيفكروا عن الاكل، لنقدر نغير نمط عايشينه يلي هلا منه صحي ومنه سستينبل، في كتير شغل وفي كتير منافسه، بس هاي الشغله لازم نشتغل عليها سوا. فبنجيب عاده بنعزم كتير عالم ليجوا لعنا على المكاتب يشوفوا كيف نحن بنشتغل، يشوفوا كيف عم نربي نوع اكل جديد من قصص بنعرفها اللي هي المشرومز، وبنقدر ندوقهم كمان الاكل اللي عم نخترعه، وعم نعملها بطريقه كتير سلسه، طريقه كتير مريحه لما نخلي حدا يحس انه نحن عم نجبرهم يغيروا طريقه اكلهم. بس بنفس الوقت المنافسه هي انه نحكي مزبوط شو عم بيصير بالعالم، مزبوط قديش اكل اللحمه مضر للبيئه بهالكثافه، قديه مضر للصحه بهالكثافه. هول قصص نحن ساينتفكلي باكت، فعندنا الساينس ذات هيلبس اس انه نقدر نخبر هول الاخبار. يعني المنافسة من اكثر من مانع. اللي بفهمه من حديثك انه في انتشار واسع لماش لابس بالعالم صار. نحن معروفين من اكثر باكثر من قاره صرنا، نحن هلا مركزين على اوروبا، بس معروفين باكثر من قاره، ومعروفين من وراء الشغل الفريق اللي عم بيعمله، ومعروفين من وراء البروجرس اللي قدرنا نفرجيه والتطور اللي قدرنا نفرجيه بهالوقت القليل يلي من عمر الشركة. بتخبرنا أي متى مازن، دكتور مازن رزق، رح يجي على لبنان يفكر يرجع مثلا وإنشاء مشروع مثيل لهالمشروع بوطنه الأم، خصوصا أنه كتير ذكرت جبال وبلدك غلبون كمان، يعني هذا الشيء بيبين حنينك إلى الوطن الأم وحبك للبنان. لكون صريح، هو الحنين للأهل بعدين للوطن. بعتقد ما عندي مشكل ارجع على لبنان، بس الظروف بدها تكون مناسبة حتى نقدر نرجع على لبنان، لأنه في كتير متطلبات لشركة مثل ماشلابز تقدر تشتغل بلبنان، في كتير متطلبات infrastructure، في كتير متطلبات كمان ما فينا نشتغل ببلد فاسد، ولبنان اليوم بدنا نقول إنه بلد صار عايش على الفساد، وشرك مثل شركنا ما فيها تقلع إذا في فساد حوالينا، ما فيها تقلع إذا ما في استقرار أمني واستقرار معيشي حوالينا. أنا بحب أرجع على لبنان وقت الظروف تصير مناسبة. أكيد في كتير اليوم شباب بلبنان عم بيحلموا وعندهم مشاريع، شو بتقلن؟ بتشجعهم انه يقدموا هالمشاريع؟ في ناس تساعدهم بالخارج لتمويلها، شو بتقلن؟ بعتقد في كتير عالم بالاغتراب معقولة تحكي معهم وعطول بيقولوا لك نفس الشيء، اللبناني بيفكر بطريقة كتير مغيرة وبطريقة كتير إيجابية، وهل هالنوع الانرجي على طول كثير مهمه بحيالله الشركه اشتغلت فيها او حتى هلا بماش لابز. في عندنا نوع تفكير كثير مهم، فاكيد بشجع حيالله اللبناني، بس ما بشجعهم يكملوا يحلموا، بشجعهم يبلشوا يشتغلوا. اذا حدا عنده فكره وعنده حلم عم يحلم فيه، احسن شيء يعمله هو انه يبلش يشتغل على هالحلم ليصير حقيقه، بدل ما بس يحلم. وبعرف انه بلبنان اكيد هلا الانفراستراكشر ما بتساعد عالم تقول بدي بلش شيء جديد، بس بالفودتك وبالاجريكالتشرال تكنولوجي وفود تكنولوجي في مؤسسات مثل بيريتك فور اكزامبل بلبنان يلي عم بيساعدوا كثير عالم ياسسوا شرك،
برات لبنان في كتير شركات قادرين يساعدوا، وأنا كمان أكيد حيلا حدا حابب نصيحة أو حابب مساعدة، أنا موجود بألمانيا وحابب أكيد ساعد من هالمنطلق. بس اللي أنا تعلمته إنه لأقدر أعمل شيء مثل ماش لابز ونصير هلأ وين صرنا، كان لازم أوقف وأقول أوكي رح بلش شغل، ومش بس أحلم. ومن هالناحية اللبناني على طول بيعرف يوقف على إجريه، فما في خوف أحيانا لحدا لبناني. دكتور مازن رزق، أنا بهنيك، وأكيد لبنان اسمه بيكبر بأمثالكم بالخارج، ولأنه قلت لي أنه حنينك إلى أهلك أكثر من حنينك إلى الوطن الأم، حبيت فاجئك أنه أهلك موجودين اليوم معنا باستوديو وعم بيتابعوا الحلقة معك، وأكيد إذا بتحب توجه كلمة لأهلك خصوصا لوالدتك، عيد الأم بعد يومين ب21 أدار، شو بتقلها اليوم من هامبورغ إلى استوديو صوت لبنان بالأشرفية؟ بقلها أنه ناطرينها تجي على إيستر، وما في بقى حجج لحتى ما تجي على إيستر. شو بدي أقول، بعتقد هاي صارت السنة 13 اللي ما منعيد مع أمي عيد الأم، بس وبعرف القهرة عندها وعنا، مشان هيك الرجعة على لبنان على طول شي منحن له. بس بعتقد اللي قادرين نعمله هون أهم من إنه نكون قاعدين بلبنان ومش قادرين نشتغل. بس ما بعتقد حيالله شيء قدرت أعمله لحديث هلا بقدر أعمله من وراء بلا أهلي، وهذا الشيء مش أول مرة بقوله بيعرفوه. بس أهلي ضحوا كتير لحتى تصير هون، وأكيد الشكر كله بالآخر لإلهم، لأنه لو ما منهم ما بكون وين هلا أنا. وأمي كمان إجت سنة الماضية وطبخت شيش برك وكبة بلبن مع الأكلات اللي احنا اخبرناه هون، وقدرت كمان فرجي الفريق كله شو معنات الأكل اللبناني، اللي شي كتير مهم كمان لأنه أكل. وما لقيت بس نعم ما لقيوا فرق لمن طبخت لهم الوالدة، ما لقيوا فرق بين المعمول بالفطر وبين المعمول باللحم الأصلية، ما لقيوا فرق، بس كمان أول مرة بيدوقوا أكل هالقد طيب، فكانوا شوي مستغربين انه في حدا بيعرف يطبخ هالقد اكل طيب. فبعدنا ناطرين شيش برك وقت تجي امي ان شاء الله على الايستر. بس اجين انا بالنسبه لي قلت لك الحنين للاهل، لانه بعرف بي قد ايه ضحى كرمال لبنان، وبعرف امي قد ايه ضحت كرمال عائلتنا، واثنيناتهم قد ايه ضحوا كرمال نحن الاولاد الثلاثه. مشان هيك بهمني كل شيء عم بعمله انه يوصل بالاخر انه انا لبناني، بس لو ما من اهلي ما كنت تكون عم بعمل مقابله معك اليوم. اكيد اهلا وسهلا فيك دكتور مدام امال، بتحبي توجهي له شيء كلمه قبل ما بتحبي تحكي شيء لمازن؟ لا طلع مدام. مازن حبيبي الله يعطيك العافيه، وشفت نحن بنتعالى على العواطف تبعيتنا لحققوا احلامهم اولادنا بالاخر وينجحوا، ونحن بنفتخر فيهم بمازن وباخوته الاثنيناتهم، وإن شاء الله بنلتقي عن قريب أكيد الله يوفقهم. دكتور رزق، بتحب تنهي مع مازن قبل ما ننهي؟ يعني شاتب ابني أكيد مجروحة، خصوصا بمازن وأخته. بس بقول شغلة، علاقتك بلبنان أساسا علاقتك مع أهلك محبتك لك، بس ما تنسى يا ابني أنه الوطن كتير غيلي. عزيز عقلوبنا غيلي. وإن شاء الله يروق الوضع هون ويرجع يتحسن، فالفساد اللي عم نشكي منه يطير يروح يختفي، حتى نقدر نشوفكم انتو هون عم تبنوا وتساهموا بازدهار هالوطن. الله يوفقك ووفق اخوتك معك، وان شاء الله نشوفكم عن قريب. دكتور مازن رزق، كل التوفيق ودوام التميز بنتمنى لك اياه. كنت معنا من هامبورغ، بتحب تنهي بكلمة أخيرة؟ شكرا للاستضافة، وأكيد بنهاية المطاف نحن اللي عم نشتغله مش بس لألمانيا، اللي عم نشتغله هو لنقدر نغير كيف الأكل رح يتطور من هلا لعشرين ثلاثين سنة. وشغلنا بده كتير مساعدة، شغلنا بده سبورت، فبشكر حيالله حدا عم يقدر يعطينا السبورت، ومن خلال كمان منبر تبعك أكيد thank you a lot. صوت لبنان حكايات الانتشار. أكيد لقدر وصل الفكرة لحيالله حدا لبناني عنده فكرة وحابب يبلش عليها ياخد
بركي هال10% سبورت مني انه اذا حدا عنده فكره بده يشتغل عليها يقدر يشتغل ورح يلاقي. سو ثانك يو على الاستضافه وشكرا لانه عم تخليني اوصل صوتي لعدد اكثر من اللبنانيه اليوم. اهلا وسهلا فيك دكتور مازن رزق ومزيد من التوفيق، ونحن دائما رح نتابع اخبارك، اخبار تميزك بالخارج، وان شاء الله امتداد من هامبورغ المانيا الى كل العالم. شكرا. مدام أمال، خبرنا مازن أنه خطة تجربة وطبختي بالفطر يلي هو بديل عن اللحمة، كان في مجموعة وضاقوا الأكل واستزوقوا، شو قالوا، شو كان انطباعهم؟ كان في مجموعة وضاقوا الأكل، كانوا منبهرين بالأكل اللبناني كيف بينطبخ وبطعمة الطعم الأكل اللبناني اللي هني ما بيعرفوه، كانوا كتير مندهشين. بس كمان الكومباريزن بين الاكل اللحمه الطبيعيه مع المشرومز مع البرودكت تبع مازن كان يعني ما كتير، ما لقوا كتير فرق بين الطعمتين. So it was a very nice experience. الجروب اللي كان موجود انبسط. هلا هي كمان من عم تقتصر بس على الاكل اللبناني، يمكن عم تقتصر على كل مطابخ العالم. مزبوط. وعم بيكون في ناس وفرق عم تجي تتذوق هيدا الاكل، عم بيكون عنده كتير جروبس عم يجوا ليدوقوا الاكل، وعم ينعمل بطريقه different ways، يعني ان كان ساسجز او ميت بولز او شفناهم بالصور مرقوا خلال مقابله او اجبان او شيء او ايس كريم بتصور بالاخر، وعم بيلاقوا كتير اعجاب من العالم، يعني طعمتهم كتير طيبه وسلسه وناعمه. دكتور حكمة رزق كطبيب اليوم، ما فيهم خطر؟ احكينا شوي عن الإيجابيات نحن ودكتور مازن، هل من سلبيات بهالأسلوب وبهالطريقة؟ الحقيقة صار دراسات عندهم بمختبرات، وعندهم مختبرات بمش لابس كتير متطورة، عملوا دراسات كتير، ومثل ما قلك عنده مصفين كتار بالبيولوجيا وبغير البيولوجيا، يعني في عنده مجموعة ريسيرشرز اللي عم بيشتغلوا على هالإنتاج هذا ويشوفوا شو السايد افكتس تبعه إذا في أي مشاكل أو بالمستقبل. ولحديت هلا النتائج كتير منيحة، لولا مش هيك ما كان الاتحاد الأوروبي داعمه ده الدعم الكتير قوي، يعني كان من أكتر شركة أو المستوى الدعم لكان لشركة مشلاب زوغ التوب بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فلا من هالناحية دراساتهم كتير واضحة ومنيحة. لهالسبب في عندهم مثل ما فهمت منه لمازن في شركات من جميع أنحاء العالم بيحاولوا يكونوا يساهموا معه، من اليابان، كوريا، سنغافور، تايلاند، الصين، كمستثمرين يعني كمستثمرين، ويعملوا يأسسوا لتطوير الغذاء تبعهم. تعرف الغذاء أو الأكل بيختلف من بلد لبلد، فأكيد الصين رح يستعمل هالإنتاج هذا المين برودكت اللي عم ينتجوا من المشروم من الفطر بأكل يكون قريب للأكل الصيني، والياباني شرحه، والأمريكاني كمان نفس الشيء. فهالشركة هذه عم تنطلق عالميا وعم تصير جلوبل، والاهتمام فيها من جميع أنحاء المقطورة. لكن اللجوء إلى الفطر مش غير أنواع مثلا الذرة مثلا أو شيء تاني؟ لازم تسألي ماس الذرة فيني أحكي شيء تاني هوني، يعني هوني ما لحقنا خفنا زوم. إيه. هلا ما تنسي إنه مثل ما قالك الإنتاج عم بيكون ببايو رياكترز، هالبراميل الكبير اللي بغذيها، كمان شفنا صورهم، بخلايا فطرية للمايسيليوم، الخلايا الفطر بغذيها بمي نظيفة، وبنفس الوقت ويست بايو ويست، يعني زبالة عضوية مثل ما بتطلع من المعامل كتيرة تعمل إنتاج أكل مثلا الحليب أو غيره. بهالمعامل هذه في الانتاج في الزبالة العضوية اللي بدها كب، هذه عم بيستعملوها. فلهيك الدورة الحياتية عم بتكون كتير منيحة، sustainability كتير مهمة بالنسبة لشغلهم. فالفطر بسرعة هذه قال لك أسبوع، أنا بعرف منه أنه أقل من أسبوع أو أربعة أيام تقريبا، أربعة أيام لخمسة أيام بيكون الأكل جاهز على الطاولة، يعني أربعة أيام الانتاج، انتاج سريع، يعني فيهم يغزوا العالم، يعني هذه بيعتبروها أن ثورة في التغذية، ثورة عالمية بالتغذية. بقى شو تطلب حقول، إذا بدك عم تحكينا عن أي حقول تاني مثلا بيعملوا من
بازيلا هلا شيء شبيه بالرحمه باللحمه من الصويا من غير نباتات. فهيدي كلها بدها حقول هون. يعني نشوف صوركم. هي الشركة لمازن، هي شركة مازن، هي المشلبس بهامبورغ. فهيدي هالإنتاج هذا إذا بدنا يعملوه خلال نباتات مثل البازيلا أو الصويا أو أي من الحبوب، بدهم حقول شاس على طعمه مليارات البشر. هون المشكلة، ولهالسبب معناتها بدهم يشيلوا أحراج من جديد ويفضوا العالم الأحراج. وهيدي عم بزيد بالانحباس الحراري، عم بيعمل عم تقتل البيئة. فشغلهم هو له حسنات اثنين. أول شيء تحصيل أو إنتاج غذاء سريع ليغذي الملايين والمليارات من البشر بسرعة، لأنه مثل ما قال لك برميل واحد في يأمن لك خلال أسبوع شي مليون حبة كبي مثلا، بس هيك للمقارنة. فإذا بكل بلد حط مدري كم برميل بيأمنوا غذائهم وبسرعة 4 أيام. نفس الوقت حافظت على الحقول، قللت من خسارة الشجر والغابات، حافظت إعادة زرع الشجر من جديد وحميت البيئة. هذه الشغلة المهمة اللي إلى لأن الحسنات قلت لك ذو حدين. أولا غذاء صحي جدا في كل أنواع البروتين بسرعة أو الأمينو أسيدز بسرعة، نفس الوقت ما بدهم يضروا الطبيعة، بالعكس بيدافعوا عن الطبيعة. يعني اختراع بطله لبناني بنقدر نقول. من خلال متابعتك لأولادك، شو سر التميز اللبناني بالخارج؟ والله ما بعرف، أنا بعرف عن أولادي هلا بس بس بعرف مثل ما بسمع إنه عن جد اللبنانيين عم يتميزوا وين ما كان. هلا بس نحن أنا كطبيب الحق للطب تشوف بكل بلدان العالم خصوصا بأوروبا الغربية وبأمريكا، ما بتشوف إلا أطباء تلايين المستشفيات الكبيرة ودايرين المستشفيات الكبيرة رغم المنافسات يعني. فهذا بالطب وبغير حقول كمان. في ما تنسي بلد لبنان بلد صغير يعني، انت بس يطلع منه. لشو بيعود هالتميز إذا كلمة هيك بدك تختصرها؟ مثابرة لإله. مش هدي تعرفي يمكن اللبناني بطبيعته ما بدي أقول حسود، بغار، والغيرة يمكن تخلق عنده تنفع. هالطموح وهالطموح بيوصله لمطرح منافسة والطموح. أهلا. واحد عنا أنت من جبال بتعرفي، في فترة بالحرب بالثمانينات بلشوا يعملوا يشوي الدجاج بمحلات تشوي الدجاج، طلعت ريحة الدجاج بالسوق وطلعت التجارة منيحة، صاروا كلهم يعملوا. فجأة صارت كل زاوية في حدا عم يشوي الدجاج الدجاج مشوي، طلعت صارت عبقت المدينة. نفس الشيء بالنسبة للمناقيش، فاللبناني صار بشوف غيره عم بينجح هو بصير عنده. خي هيدا شيء حلو انه النجاح. انا بعطيك هالامثله معدي يعني معدي. مدام امال كأم لبنانيه اليوم، شو بتنصحي كل ام لبنانيه تعطي المجال لاولادها ينطلقوا بالحياه؟ أكيد. او ضل متكمشه فيهم؟ لازم نتعالى على العواطف تبعيتنا ونوقف حدهم وندعمهم ليحققوا مستقبلهم وطموحاتهم ويكونوا بارزين وموفقين باشغالهم، يعني كل الطموح تبعهم يوصلوا عليه، ونحنا نتعيلة شوي على العواطف تبعيتنا وعلى اشتياقنا لإلهم لحتى الله يوفقهم وبركي بيرجعوا لنا. بس إذا بدك توجه رسالة اليوم لحدا من أجل أنه يرجع أولادك وأولاد المنتشرين بكل العالم، شو بتقولي؟ لمين بتوجه هالرسالة؟ يعني إن شاء الله بيزبط هالبلد، بيروق البلد أمنياً وسياسياً وكل شيء لحتى يرجع أولادنا ويفتحوا المشاريع تبعيتهم والأمنيات والتحقيق اللي حققوا أهدافهم بلبنان مش بس يكونوا برا. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى لك عيد حلو، بتمنى عيد حلو لكل أمهات لبنان. دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور حكمة رزق. لهون بتنتهي حلقة حكاية الانتشار، حكاية تميز جديدة منخبركم إياها الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.